السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم هبة حسن من جي اف اكس اكاديمي. النهاردة بنكمل الفيو بتاعنا. السين واضح جدا جدا ان في مباني كتيرة يعني يعتبر خلصت، بس علشان الجامع يبان انا خدت الجامع وسحبته لورا شوية، هتدي الجامع كله بدل ما يبقى قدام وقريب من المباني، سحبته لورا شوية هناك كده عشان يبان كله، خليته كده شوية مثلا، وخدت كيوب من دول خليته هنا يسد الفراغ، هنعمل منه بيت ريف بسيط يبقى فستيون من هنا. وعلشان نكمل الفيو هنا، انا مش عايزة يعني بما ان التركيز مش باين في الجزئية دي، تركيز انا عايزاه يبقى هنا عشان يبان فيه التفاصيل اللي عملناها. اذا علشان نكمل الفيو بتاعنا هنعمل بيت ببعض التفاصيل البسيطة بتبقى عندي هنا في وش الكاميرا، وبيت تاني بسيط برضو وراه. ممكن نكرر نفس البيت ده هنا بحيث ان انا اقفل السين بتاعتي، وبعد كده افنش بقى بالتفاصيل التانية اللي هي البير والعربية والبراميل اللي هتبقى مرمية على الارض، شوية تفاصيل كده تضيف واقعية شوية للسين بتاعنا. ده بعد ما نخلص كمان تعرجات وشوية حاجات هنعملها في المباني نفسها. ده بالنسبة للي باقي في الموديلنج في السين عندي، طبعا غير السور اللي سادد القرية دي او الشارع ده الحي ده. تعالوا نبتدي بالبيت اللي يعتبر اكثرهم تفاصيل شوية في اللي جاي. تمام، هنمسك ده مثلا، مش محتاج ان انا اخفي الباقي، انا ممكن اخد دول كده اسحبهم من هناك شوية عشان اعرف اشتغل في ده. ومبدئيا كده محتاج ان انا اكبره حبتين من ناحيتين كده. يعتبر مساوي للدور الاول هنا، هبتدي انزل ادخل عليه ايدي هنا وايدي تانية هنا كده وكمان ايدي هنا وهنا. ناخد الفيسز دول نسحبهم اكسترود لفوق، كده مثلا ممكن ننزلها شوية كمان. بعد كده هاخد دول ما عدا ده واقول لك شطر التاني. كده مثلا تمام، وتعالوا ناخد ايدج هنا وزيها هنا. وهاخد هاخد ايه، انا عايزة كأني دي تبقى البلكونة بتاعة المكان. تمام، فانا ممكن الاول اخد ايدي هنا كده وزيه هنا في نفس المكان بالظبط. تمام، وناخد الفيس مين فيهم، ممكن ناخد ده نعمل له اكسترود لبره كده. تمام، واخد ده واعمل له اكسترود لفوق بحيث يقفل لي الحته دي. تمام،
واخد ده الاتنين دول كده واكسترود حتة صغيرة حاجة زي كده، او ممكن اخليها متفرغة من الناحية التانية دي، خليها متفرغة منهم كلهم واخدها كأنها الحتة بتاعة الأطراف دي كلها كده، اطلعها حاجة بسيطة من فوق حاجة زي كده مثلا. تمام، ونعمل ايه كمان؟ ناخد الجزء ده وناخد الفيس ده دلته. تمام، بحيث يبقى كأن ايه شباك، او لو عايز نعمل له اكستراكت ونخليه جوه شوية مفيش مشاكل. ندخل سلندر و كبرها قوي بس نرفعها في نفس الوقت. نوديها على المبنى مش شايفاها، نطلعها فوق عشان نشوفها. تمام، واعمل لها روتيشن كده واطولها حبتين بحيث اشوفها قوي. تمام، ايوه كده طولها فوق قوي هنا بس يديني احساس انه ايه بيت خشب او بيت ريفي يعني. طبعا المنظر ده مش هشوفه اصلا، بس انا بس عايز اشوف مدى فين الاول كده، ممكن اصغره بعدها حاجة بسيطة. اسحبه لبره كده. تمام، وابدا اكرره كنترول دي كنترول دي، واحاول اخلي المسافات متساويه الى حد ما، مش شرط تبقى في الكل يعني، ممكن دول كفايه واروح موديه لده بقى واصغره بقى عن كده شويه. اسحبه كده شويه كده، وهنا بقى محتاج منه كام كابل؟ 3 مثلا او 4 حاجة زي كده. تمام، نعمل هنا شباك صغير مثلا هنا كده يكون عالي، حاجة صغيرة كده. نسحب ده كده شوية وناخد الشباك مثلا في الحتة دي، فتخلي تعالوا نوسعها له حاجة بسيطة حاجة زي كده، وناخد ده ونقول له اكستراكت، نسحبه لورا شويتين حاجة زي كده. او ممكن بدل اكستراكت ايه رأيكم ناخدها اكسترود بس لجوه كده، في بيوت بتبقى عاملة كده فعلا. من ناحية بقى الباب بتاعها، خلي الباب بتاعه فين، جنب ولا ماشي؟ نخليه من على الجنب من هنا كده، فهدخله إيدج، لا إيدج من هنا، إيدج تانية من هنا كده، وإيدج تانية من تحت كده، وابتدي اخد
الفيسز اللي انا مش عايزاها. الباب بتاعي هيبقى عريض شوية، تمام. هي دي كده تعتبر مش هتبان عندي في الكاميرا اصلا، بس انا هحاول اعمل لها زاوية تبان، واعمل زي ده كله اكستراكت. طبعا كل الفيسز ده كده غلط، فانا ممكن وانا محددهم بعد ما عملت الاكستراكت، تمام، او حتى اعمل لهم اكسترود الاول عشان اشوفهم اللي بره. خليهم اكستراكت، وبعد كده اروح محددة الفيسز دي. واجمعهم كلهم بكومباين بحيث يبقوا حاجة واحدة. لازم يبقوا اوبجكت مش فيسز. وبعد كده كومباين سنتر، تمام كده، ايوه تمام كده. ده الباب بتاعي، ادخله جوه شوية بقى. انا عندي كده ايدج ملوش لازمة، احدده الايدج ده مش عايزاه، الايدج ده مش عايزاه. ما ينفعش تتمسح. طيب نشوف هتبان في الرندر ولا لا. نلاحظ ان هي مش باينة، تمام، ده اهم حاجة عندي. نعمل شباك صغير كمان هنا كده في الحتة دي. ناخد الفيس ده ونعمل له اكستراكت. واحده كده لجوه، نشوف كده البيت ده. ده بقى شكله زي ما احنا شايفين، مبسط قوي 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 لو عملته كده تاني. كده بقت الرؤية اوضح شوية. تعالوا ناخد، هو كده يعتبر ده الدور الاولاني، عشان يبان اكتر تعالوا ندي سين التفاصيل، عشان كده كأنه عامل زي مصطبة او حاجة زي كده. فناخد دول عايز اشيل التحديد ده. واخد منهم كابي واسحبهم هنا تحت. يبقى كأنه على سقف البيت من تحت. واخد منه دوبليكيشن جنبه كده، دي ابعدها شوية بحيث تبقى عاطية سنة عشوائية شوية، تمام. وندي تفصيلة هنا تحت بالإيدج برضو هنا كده. تمام، خلي
خلينا ناخد الفيس ده وده، خلي الحدود اللي من تحت دي نكيب واكسترود لجوه، ناخد كده لوك عليها في الريندر. كده بقت احسن. ممكن اخد اللي من تحت معاها، واقول له اكسترود تاني عشان ياخد الكل معاه. تعالوا نبص عليها من بعيد. بص عليها كده، الخشب ده طالع زيادة عن اللزوم، تعالوا ندخله جوه شوية. واضح كمان ان في حدود بانت منه هنا. مبدئيا الاول ندخله جوه شويتين كده بقى معقول. نشوف بقى اللي باين دوت، نصغره. ناخد بالفيرتكس احسن، نسحب الفيرتكس بتاعته دي كده. تمام، مين تاني اللي باين هنا؟ ده فين الفيرتكس بتاعتك؟ انا حدد كده بعيد، هي هتبان لوحدها، اسحبها لفوق. ممكن اعمل نفس الكلام ده للكل، بس كده كده هو مش باين فمش هيضر قوي يعني. نجمع بقى الكلام ده كله ونسميه ليفت هاوس. لا، الليفت هاوس هنا يبقى الرايت هاوس. مش فين ده اهو؟ تمام، ودول فين؟ كل السلندرات تحت اهي. تمام، مع الكيوب ده نعمل لهم جروب ونسميه رايت هاوس، نعمله سنتر ونطلعه فوق مع اخواته هنا كده، خليه هنا مثلا. تمام كده بكل اللي فيه. طب نتأكد، نعمل له هايد. ايوه كده تمام، كده فعلا بكل اللي فيه اختفى. نظبط مكانه بقى جوه الكاميرا، هو كده قدامي على طول. احنا عايزين نجيبه لورا شوية، نرجع كده ورا واسحبه ورا حبتين. سوري 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 كده، دول مش عايزاهم. ارجع لورا شوية، ممكن اعمل روتيشن بسيط. ابص بقى، لا بص من الزاوية اللي انا كنت عايزاها دي كده. احاول ابينه على قد ما اقدر يعني كده. كده بدأ يبان، بس لو يرجع لورا هيبقى احسن شوية من كده. نمسكه كله، حاول نرجعه لورا كمان. جبت كده، شوف في الرندر. كده بدأ يبان، بدأ يبان قوي كمان. ممكن اسحب ده كمان كده وبعمل البير بعد كده هنا، يعني ده هيبقى البيت البسيط اللي هو ابسط بيت فيهم، وهنا هيبقى يتعمل البير مثلا. ممكن اسحبه واجيبه شوية لقدام، شوف في الريندر.
طيب أجيبه السنة اللي قدام كده. تمام، بدأ يبان قوي قوي، كويس خالص. تمام، ماشي، نسحبه بس. لا خلاص، هو كده تمام، مسافته كده معقولة قوي. دلوقتي بقى عايزين هنعمل الفيديو التاني، نحفظ السين ده كده ونرجع تاني للبرسبكتيف. البيت هيبقى بسيط قوي قوي، كأنه الدورين الاولانيين او دور واحد بيت من دور واحد بمصطبة صغيرة كده قدام البيت، بس ده تكوين البيت ببساطة يعني. طبعا شباك وباب، حاجات بسيطة. تمام، فعشان نعمل الحكاية دي هنديله يجي في النص حاجة زي كده، ويجي كمان هنا كده. تمام، نيجي بقى بالفيسز، نختار الفيس ده ونقول له اكسترود. تمام، الباب ده بقى هنعمل ايه؟ خلينا ندخله اتش كده، وحدود من هنا وهنا، وهيبقى هو ده الباب. ممكن الاتش ده نطلعه بره حبتين، وده كمان ندخله شوية على اساس ندي عرض يعني للباب. تمام، و لو جينا في الايدج اللي في النص دي ودلتناها بحيث يبقى ده شكل الباب، نيجي بقى عند الباب نفسه نديله سنة تفاصيل صغننة خالص، مش هتاخد حاجة يعني. مبدئيا كده انا عايزة اعمل له اكستراكت بحيث يبقى الباب منفصل. تمام، عايزة اعمله كأنه اوبجكت. عايز اشوف لوحده، هعمل له لوحده اكسترود صغير بسيط، ادي سمك للباب يعني. تمام، ممكن نعمل له، ممكن نديله اتش هنا كده. الايدج اللي انا مسحتها كده، هضطر ان انا ايه اخدها تاني كده واقول له تاني اكستراكت واظهره لوحده. ايوه، انا عايزه الاوبجكت ده لوحده. عايزه اخد الفيس ده لوحده واعمل له اكسترود. واعمل له ان بسيط، والفيس ده برضو واعمل له اكسترود وان اكسترود ان بسيط. لا ده كده كبير مش بسيط. كده مثلا، واسحب لوكس ترد اللي جوه قوي كده، حاجة زي كده. وعايز اعمل له
نعمل له ايه؟ هات لي سفير. فين هي؟ اهي. هناخد السفير دي. لاحظنا حاجة، لاحظنا ان الباب او البيت ده فوق الارض. ناخد بقى السفير ديت عند الباب هناك. هنا نروح لها كده. تبقى كأنها ايه، فقرة الباب من بعيد كده. هسحب البيت ده فيرتكس عشان مش واصلة للأرض، نوصلها للأرض. تمام، حاجة زي كده. هنعمل هنا بقى للبيت نفسه شباكين خشب، شباكين صغيرين. واحد هنا واحد هنا، هما دول. بس هسحب من فوق كمان بحيث يبقى السقف بتاعه، وكمان هعمل شباك شبههم برضو من هنا، سواء بان قدام الكاميرا او ما بانش مش فارقة كتير. نيجي هنا بقى ندخل له بالفيسز بتاعته، فيس دي ودي، الاكسترود نسحبهم لجوه. ونفس الطريقة ناخد الفيس دي وبالاكسترود نسحبها لجوه. تمام، وناخد الجروب ده بتاع الخشب، جروب الخشب ده، او ناخد اللي فوق دول. تمام، ونعمل منهم دوبليكيشن، نسحبهم كده لوحديهم. نعكس الروتيشن بتاعهم، نسحبهم هنا. فوق الشباكين بالظبط نحطهم هنا كده. الروتيشن بتاعهم عشان نحس ان هما ايه، مش مظبوطين. اظبطهم كده بحيث يبقوا جنب بعض ويونسوا بعض. تمام كده، حددهم كلهم، اسحبهم من ورا شوية ونديها دبليكيت، اسحبها للجنب. طبعا هي مش هتبان من الناحية التانية اصلا. تمام، حاجة زي كده. نبص بقى كده من الكاميرا اخبار ايه، شوف الريندر. بدأت تبان. طيب انا عايزة بقى اجمع البيت ده عشان اعرف اتحكم في مكانه. دول مع دول مع ده، نسحب السلندرز بتاعة البيت ده الأول لوحديهم.
دول كده ناخدهم بره، سلندرز دول مع الكيوب ده، لا ايوه مع ده، ونعمل له جروب ونسميه simple house. في اي حاجة منسية؟ اه في السفير الصغيرة دي، ايوه دخلها جواهم تمام. سنتر اسحبها لفوق، او نلم البيت اسحبها لفوق هنا كده، بكده اقدر احدد بقى مكانها زي ما انا عايزه. وانا محددها كده كلير هيستوري تمام. روتيشن بسيط، نبص بقى جوه الكاميرا، اديله ريندر. جميل جميل قوي 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 كده، الدنيا بدأت ايه تتجمع وتبين معالمها تمام. هنعمل ايه؟ هاخد الاول ده كده، انا مش عايزاه، وده مش عايزاه، هاخد من نفس البيت السيمبل ده دوبليكيشن واسحبه هنا كده، واعمل له روتيشن يبقى هنا كده تمام. يبقى كده مثلا، ونفس البيت برضو تاني هنا كده. هاخد كمان من السكند هاوس ده دوبليكيشن واسحبه هناك هنا كده، واعمل له روتيشن. هو مش هيبان عندي، او بلاش ده، خلينا ناخد اول واحد نعمله دوبليكيشن واسحبه هناك في نفس المكان، روتيشن كده مثلا. ابص كده على الكاميرا، جميل جدا تمام. ممكن روتيشن صغير قوي كده، ممكن اسحبها سنة لقدام حاجة زي كده تمام، واحفظ ده كله. دلوقتي انا قدامي فراغ لازم يتسد، ما ينفعش يفضل فاضي كده. هنعمل ايه؟ هو الحكم بتاعي الاول والاخير بتبقى الكاميرا، الكاميرا شايفة ايه، مش مهم ان انا املى السين بتاعي بحاجات كتير ومحتاجات من غير اي لزوم، لا ملهاش لازمة، مش شطارة يعني ان انا اقعد املى السين بمودلز فظيعة وكتير على الفاضي، الكاميرا مش هتشوف منها حاجة. اهم حاجة عندي الكاميرا هتشوف ايه وهحركها ازاي، وبناء عليه هتصرف في الموديل بتاعي او في السين بتاعتي هبقى عاملة ازاي. فانا الكاميرا هنا شايفة التفاصيل دي، لكن انا ما ينفعش اسيب الجزء ده فاضي، فيا اما هعمل دوبليكيشن برضو المبنى من المباني دي وادي لها خلفية من هنا. يعني انا لو خدت البيت ده مثلا برضو عملت له دوبليكيت واخدته هنا، بس المرة دي هعمل له روتيشن، مش هشوف وشه، هشوف الظهر بتاعه كده مثلا، وابص على الشوت كام واسحب، ارجع لورا السنة بس كده مؤقتا واسحبه كده وهرجع هنا كده تمام. كده اداني ايحاء ان هنا ايه في مباني كتيرة موجودة. تعالوا نشوفها في الرندر،
هي مش باينة قوي. نرجع كده سنة كمان سنة ونقدمه شوية لقدام. لو بصيت بصة زي كده مثلا او زي كده، لسه لما ابتدي ادخل اللايت والحاجات التانية هتبدأ تبان تفاصيل البيوت دي اكتر من كده. ممكن ياخد ده واشيل منه حاجة او اغير سنة في تفاصيله، يعني السلندرز اللي فيه كلها اخفيها. تمام، وتعالوا هاجي عند السقف بتاعه، كل الفيسز بتاعة السقف كلها كده. هعمل لها اكسترود. خلينا مثلا نقول له اكسترود ام، اكسترود تاني لتحت كده، نقول لك اكسترود لا خليها ان كده شوية، شوية شوفها كده جوه الشوب كام، نديله رندر. اه كده احلى، احلى بكتير من الاول كده، اداني ايحاء ان ده بيت مختلف في شكله عن بقية البيوت اللي عندي. كده يعتبر بدأنا نفنش المودلينج، او قربنا نفنش المودلينج بتاع السين بتاعنا. تمام، خلصنا جزء كبير قوي قوي منه، فاضل لنا تفاصيل بسيطة زي البير والعربية والكام برميل وإيه كمان والسور، والسور عندي. شوف كده هي مش فيو لذيذ، ولسه هندخل النخل. تمام، نكمل ان شاء الله بقية المودلينج في المحاضرة الجاية ان شاء الله.